ايش فيك خير؟ اي خير منيرة؟ صراخ وبكي اليهال طول الوقت، الاخت هدت البيت وطلعت. عفية ام، شلون قلبها طاوعها تشوف عيالها يبكون وما تاخذهم؟ هذه عادي عندها، انا ادري ليش سوت كل هذا، انا عارف تبيني اروح لغايه عندها واعتذر منها واردها، انا ادري. تعتذر منها وهي غلطانه شلون؟ يا هذه زوجتي انت ما تعرفينها، هذه تغطك بالبحر وتطلعك ناشفه. زين وانت ايش ناوي تسوي الحين؟ ايش بسوي؟ العيال بحطهم عند امي على ما اخلص اجراءات الطلاق وبالتالي بدز لها ورقتها. انت فكرت عدل؟ انت متاكد من قرارك هذا؟ يعني ما راح تتحسف بعدين؟ قلبك ما راح يحن لها وترجعها؟ انا بتحسف، بتحسف ليش اني ما طلقتها من قبل. واذا السالفه راده على قلبي، ترى قلبي خلاص عافها، طاب الخاطر كرهها مره واحده. نيرة، انا في كلمه بقلبي بقولها لك، ما ادري كانها سرك ولا ضايقك، لكن هذا واقع، انا ما اقدر اخش اكثر من كذي. نيرة انا احبك. مصطفى، ما ابي اكون انا سبب خراب بيتك. نيرة بيتي ترى مخترب من زمان، من قبل لا اعرفك. انا ياما حاولت ارمم فيه بس ما قدرت، خلاص طفح الكيل، وصلت حدي. المرة هذه ما تنفع لي، انا وايد تعذبت وياها. نيرة انا ما ابي منك غرارة الحين، ابيك تفكريني شوي. انا ادري ان انت مرتبكة، بس صدقيني القرار هذا بيكون احسن قرار اخذته بحياتي. انا عارف ايش قاعد اقول. نيرة تحبيني؟ أنا آسف، أدري إن أنت مرتبكة ومستحية، أنا ما بيك تقولين الكلمة الحين، لكن هم من حقي أعرف مكانك بقلبك، يعني ودي أعرف أنا شنو بالنسبة لك. أنت الأمل، أنت الريال الوحيد اللي رجعت لي ثقتي بنفسي، حسستني إن الحياة حلوة، إن أنا أقدر أعيش، لأن أنا كنت مدفونة فيها. العرس صار له ظرف وما راح يقدر. إيه مات؟ واي الحمد لله يا رب، الشكر لله. يعني سوى حادث؟ لا ما سوى حادث. أوه طمنتيني. هاي شنو؟ ما أدري، حسبي الله علي ما أدري. ليش تحكي؟ نشفتي دمي. عمتي المعرس هون. ها؟ هون؟ ما سامحونا يا جماعة، المارس حصل له ظرف وما راح يقدر يجي. والله جبناه من الناس، ايش بيقولون عني الناس؟ تكفين تكفين توديني مشوار الحين؟ إذا لي معزة عندك وتحبيني راح توديني. يلا امشي. أوكي يلا مصطفى. وين يا الخديس؟ لا تصرخين فيني. خلي الدنيا كلها تسمع جوا، خلي الدنيا كلها تسمع اللي سواه فيني في وجهك. برا برا. نعم نعم، ايش تبين؟ من انتي؟ يا بيتي تسأليني منو انتي؟ انتي اللي منو؟ انتي هاجر؟ اي نعم انا هاجر، البيت هذا بيتي، والريال هذا مصطفى حبيبي تعال.
والريال هذا ريلي، ايش تبين؟ ما يصير ريلك لانه هو طلقك وخطبني انا واليوم ملجتي. تحكي قول شيء مصطفى، تحكي. حاكيني انا ليش تحاكينه هو؟ صح طلقني وردني، تدرين ليش ردني؟ لانه يحبني وما يقدر يستغنى عني مهما كان انا ومعياله. والحين فارجي لو سمحتي ولا اشوفك هني مره ثانيه، والدوام بيطلع منه وبيخلي لك اياه، وانتي روحي شوفي لك واحد ثاني تلفين عليه تخربين بيته وتشردين عياله. هي 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 تسولفين مع عمتي عدل، انتي منى ولا شي تسولفين معاها؟ عمتي وخري عني لو سمحتي، خليني ادبها. لحظه، انا ما خربت بيت احد. هو اللي حفى وراي، هو اللي كان يتمنى اكون مرته اليوم قبل باكر بعد ما طلقت. يلا يلا يلا. لا 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 عاد، لا عاد حبيبتي. لحظه، سولفين عدل. جوجو. يلا عاد، هالمره سكتنا لك اول مره، هالمره تسوين كذي بيدك؟ لا حبيبتي لو سمحتي يا عمتي عشان خاطري واخري شويه. جوا عشاني لا توسخين ايدك، لا توسخين ايدك على هالاشكال. تدرون شلون؟ انت وطبجتين لايقين على بعض. الحمد لله، الحمد لله اني ما تزوجتك. الله وايد يحبني. الحمد لله يا الخسيس يا الحقير يا الجبان. يلا حبيبي، يلا 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 يلا، خربت علينا ليلتنا. يلا حبيبتي امشي عمتي. يلا يا عديم الرجولة يا الجبان يا اللي مالك كلمة.